ينضم إلينا الآن من تونس مراسلنا سيف الدين العمري. سيف أهلا بك معنا، دعنا نتابع معك آخر تطورات المشهد السياسي سواء كان على الصعيد الترقب لإعلان الرئيس عن الحكومة الجديدة من جهة، وأيضا تصريحات مستشار الرئيس بأن هناك توجه الآن لتعديل النظام السياسي في البلاد عبر استفتاء دستوري. نعم داليا، فيما يتعلق بالجزء الأول وهو حالة الترقب، طبعا بحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أن هذا الأسبوع، نحن اليوم الجمعة، الأسبوع ينتهي يوم الأحد. أجندة الرئيس أمس كانت طبعا تتضمن لقاء مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية. اليوم سيلتقي المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي، وغدا أو بعد غد ربما سيعلن رئيس الجمهورية في خطاب يوجهه إلى الشعب التونسي عن ملامح الفترة القادمة والتي تعد الحكومة إحدى أهم الخطوات التي ينتظرها الرأي العام التونسي بعد ما يمكن الآن أن نسميه بارتياح نجاح خطوات رئيس الجمهورية في 25 يوليو في تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة. في طبعا ما يتعلق بالنظام الرئاسي ونية الرئيس التوجه إلى هناك، جدل قد أثاره تصريح مستشاري رئيس الجمهورية أمس على شاشة سكاي نيوز عربية، وطبعا تداولت عديد وسائل الإعلام خاصة المحلية الأخرى، تتعلق بالنظام الرئاسي. هناك من لا يفضل هذا النظام طبعا من الأحزاب التي تساند رئيس الجمهورية في إجراءاته 25 يوليو، بما يخلق نوع من الفضاء الجديد أو الديمقراطية الجديدة التي تهتم الآن بورشة عميقة وكبرى تتحدث عن مستقبل البلاد مع القطع مع عناصر الماضي التي كانت من أهم معالمها برلمان غير مستقر وما يسميها الخبراء الآن الديمقراطية الفاسدة التي كانت تحكم تونس طيلة 10 سنوات. الآن الأفق أصبح مفتوحا أمام التونسيين في جدل جديد وفي نقاشات جديدة حول طبيعة النظام الذي يناسب تونس. الرئيس متوجه مع قوة كبيرة لدى الرأي العام المواطني التونسي في أنها موافقة على نظام رئاسي. في مقابل ذلك هناك جدل سياسي أيضا محترم وبقوة محترمة، نعم يعني ترفض هذا النظام وطبعا تسعى إلى نقاش آخر جديد فيما يتعلق بأفق النظام المناسب للدولة التونسية. نعم داليا، شكرا لك مراسلنا سيف الدين العامري كان معنا من تونس.